لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. مرتي فيري جود كويس. بيقول ان هو تخين شوية على التيشيرت دي. كل الشكر لحضراتكم، كل الشكر للزملاء عشان كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. سريعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد بنبارك اكيد لكل الجهاز الفني سواء مستر مارتن، كل كمان الكابتن طارق سليمان، كل مش عايزين طبعا نقول اسماء. مرحله جديده ومهمه جديده خلال الفتره القادمه، بتشوف ازاي حضور الراجل المؤتمر الصحفي والاهتمام الاعلامي الكبير جدا يا كابتن سيد؟ طبعا ده وضع طبيعي جدا لمدير فني النادي الاهلي، فالتغطيه طبعا بتناسب الحدث، لكن زي ما قلت يعني في الاول والاخر هو شغل ومرحله صعبه، وان شاء الله الرحمن نعديها بشكل كويس، وان شاء الله الرحمن باذن الله نوصل اللي احنا عايزينه والاهداف اللي احنا عايزين نحققها. عندنا مباراه النهارده، وعندنا مباراه كمان مع جيم الاثيوبي باذن الله مباراه العوده، وبعدين مباراتين في المرحله ديت، وان شاء الله الرحمن الامور تبقى كويسه باذن الله. عارف يمكن من تاكيدك على طول كابتن سيد ان الاختيار كان فيه تاني بشكل كبير جدا للمدير الفني كابتن محمود الخطيب، الشخصيه مهمه والاصرار. النادي الاهلي له متطلبات عديده جدا وكثيره جدا على ما اعتقد بشكل كبير بتنطبق على مستر مارتن لاسارتي. يمكن هو عنده اصرار وعنده عزيمه واضح من كلامه بشكل كبير جدا يا كابتن. يبقى التوفيق باذن الله، ان شاء الله الرحمن يبقى التوفيق حليفنا ان شاء الله. خلينا نشتغل وخلينا ننتظر وخلينا نشوف الدنيا صندوقها مخبينا ايه، فان شاء الله الرحمن يبقى حاجه كويسه، لكن في الاخر اللي تملكه هو الشغل يعني. مباراة النجوم انا عارف انت تطلع من هنا مؤتمر مباشره على الفندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي، ومباشره بعدها مباراه العوده، كيف ترى المباراتين في الوقت ده القليل جدا يا كابتن سيد؟ نتعامل مع الموقف بقى خلاص، يعني مش عايز اتكلم في لا مبررات ولا ظروف، خلينا نتعامل مع الموقف ونعدي ان شاء الله. الرساله الاخيره لكل اللاعبين بعد اكتمال الجهاز الفني، قياده فنيه جديده، كابتن سيد عبد الحفيظ بخبرته الكبيره يقول لكل لعيبه النادي الاهلي على المرحله القادمه. مراحل الحياه بتعدي بيك، ففيها مرحله بتبقى فيها تحديات، يعني بيبقى فيها نوع من النديه والعناد في بعض الوقت يعني، فاعتقد احنا في مرحله التحديات، فان شاء الله الرحمن على الجميع ان هو يثبت ذاته ويثبت امكانياته وقدراته، وده مهم يوصل للناس كلها. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. زي ما اكدنا وقلنا الكابتن سيد عبد الحفيظ تحدث في المؤتمر الصحفي، والمدير الفني ايضا كمان تحدث في المؤتمر الصحفي على شخصيه المدرب وشخصيه المدير الفني ومتطلبات الفتره القادمه لفريق النادي الاهلي. بالفعل اكتمل الجهاز الفني بعد الاعلان اليوم مستر مارتن لاسارتي للمدير الفني وباقي طبعا اعضاء الجهاز الفني. ان شاء الله كل الدعم وكل المسانده وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي والجهاز الفني، مجلس الاداره، الجميع ان شاء الله على قلب رجل واحد، بدايه من اليوم مباراه النجوم ومنها مباراه العوده، مباراه تجيما بطل اثيوبيا. ان شاء الله يا امير خلال الفتره القادمه تكون فتره انتصارات لفريق النادي الاهلي. برجع لك يا امير في الاستوديو وكل مشاهدينا. بشكرك يا كريم، شكرا جزيلا عن هذا اللقاء الهام مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. كابتن سيد عبد الحفيظ صح الفريق الاول التقسيمه بتاعته كده، كابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكره، مارتن لاسارتي مديرا فنيا، محمد يوسف مدرب عام، سباستيان مدرب مساعد، سامي قمصان مدرب، اليخاندرو مدرب احمال، حسين عبد الدايم مساعد لمدرب الاحمال، وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى. هنا عايز اتكلم في نقطه، طبعا ببارك لكل الناس اللي طالها هذا التكليف، واتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق للجميع. مارتن لاسارتي هو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، و
واتكلمنا عنه امبارح، وما زلنا بنقول لا حكم على اي مدير فني غير بعد ما يبقى واخد الفرصه الكامله بتاعته، وما فيش حاجه اسمها انه ملوش سي في الوطن العربي، ما عملش مش عارف كذا، تاني وتالت ورابع. في مدربين كتير جم هم مش عاملين اي سي في، تالقوا بشكل كبير جدا جدا. دايما بيبقى فكره التوافق مع البيئه نفسها والتوافق مع الاحداث والمكان والسيستم واللعيبه والحاجات دي كلها هو اللي بيصنع مدرب بيبقى عنده المبادئ الأساسية دي. جزئية الجزئية اللي أنا عايز أتكلم فيها، عادل مصطفى خرج بره التشكيل الموجود للنادي الأهلي. عادل مصطفى واحد من الشخصيات المحترمة جدا جدا، وكادر أهلاوي محترم، ومدرب ومحلل فني على مستوى كبير، بتمنى له كل توفيق. عادل الحقيقة كتب كلام منمق جدا جدا كالعادة، شبهه متصق معاه على صفحته على فيسبوك، اتمنى التوفيق للجميع، وقال انه كان يتمنى انه يبقى موجود في الفرصة دي، وتمنى للجميع الاستمرار مع النادي الأهلي بهذا الشكل، وهو مش هيبقى له دور في النادي الأهلي في الفترة دي، او على الأقل في الفريق الأول لكرة القدم. متأكد بما لا يدع مجالا للشك انه عادل حيجيله الوقت اللي يبقى موجود وياخد الفرصة كاملة في النادي الأهلي. وعلى كل سواء عادل موجود او مش موجود، الاختيارات اللي موجودة يعني كلها اختيارات محترمة، سواء كابتن محمد يوسف او سامي قمصان. نرجع تاني للحديث عن القطاع بالكامل، لسه ما خلصناش قطاع بقى الناشئين هيبقى عامل ازاي. كابتن فتحي مبروك موجود فيه مديرا للقطاع، كابتن هشام حنفي مساعدا لمدير القطاع، اتمنى التوفيق ان شاء الله باذن الله لهشام حنفي. وعن قرب اقدر اقول لكم هشام من الناس المجتهده جدا جدا، وبيتعب على شغله وبيحاول قدر المستطاع، ويعزى اليه الفضل في ترجمه بعض الرغبات اللي بتبقى موجوده لامور طبيعيه فيما يتعلق بالتعاقد مع لاعبين شبان وصغيرين في السن. ده عن قرب بقول لكم الكلام ده. طيب اداره التعاقدات والتسويق حصل فيها بقى تغيير كبير جدا جدا جدا. المهندس عادل القيعي مستشارا للتعاقدات، وامير توفيق مديرا ل التعاقدات. إذن السؤال اللي بيطرح نفسه، فيه ثلاثي ما بقاش موجود اللي هو حسام غالي، محمد فضل، وهيثم عرابي. فيه علامات استفهام كتير جدا جدا، ناس كتير بتتساءل طيب الثلاثي اللي معروف للناس انه فضل وحسام غالي الاثنين تقدموا باستقالتهم، والمعروف ايضا للجميع انه هيثم عرابي كان من ضمن الاسماء، مش من ضمن الاسماء، هو زي ما كان قال سيادة العقيد محمد مرجان عندنا هنا في البرنامج، وقال انه خلاص تم تعيين هيثم عرابي. فالناس بتسأل فين هيثم عرابي، ايه اللي حصل، كان في كلام كتير واتهامات بعمولات و و و و، هل ترجمة الامر على ارض الواقع حصل ازاي. كلام انه هيثم هو صاحب الفضل في التعاقد مع لاسارتي المدير الفني الحالي، وانه الملف ده كان معاه. على كل سواء استمر او لو يستمر هيثم عرابي، استمر او لو يستمر محمد فضل او حسام غالي، لا ينكر احد انه التلاتة بيحبوا النادي الاهلي، وكل واحد عنده طريقته اللي بيعبر بيها، وكل واحد عنده طريقته اللي بيشتغل بيها، سواء تقطعت الخطوط دي مع بعضها او ظلت متوازية او موازية لبعضها. على ما يبدو انه كان اختيار الكابتن محمود الخطيب بعد الازمة اللي حصلت انه قراره يكون في عدم استمرار الثلاثي، انما الموضوع فيه تكهنات كتير والموضوع فيه كلام كتير جدا جدا. بس انا بحب في الوقت اللي يبقى فيه تكهنات بحترم جدا الاجتهادات، بس في النهاية بحب اخلص الى النتيجة النهائية. النتيجة النهائية ان هناك مستشارة للتعاقدات هو المهندس عادل القيعي، وان هناك مديرة للتعاقدات هو كابتن امير توفيق. اذا اتمنى كل التوفيق للثلاثي اللي ما بقاش موجود في النادي الاهلي، هيثم عرابي، كابتن محمد فضل، كابتن حسام غالي، وان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لهم الخير في مراحل تانية في توقيتات تانية. نروح لقطاع الأكاديميات، الكابتن خالد أمين مديرا عام للقطاع، وكابتن عبد النبي عاشور مديرا فنيا للأكاديميات. أما بالنسبة لإدارة اكتشاف المواهب فيها الكابتن محمود صالح، الكابتن ناجي خليل، الكابتن حمدي أبو رادي، والكابتن صديق الجمال. ده بالنسبه للتشكيل الكامل للنادي الاهلي. الاهلي النهارده هيبقى عنده مؤتمر صحفي هيعلن فيه كل التفاصيل الخاصه بالتعاقد مع المدير الفني الجديد بحضور المدير الفني الجديد للفريق. سؤالنا لحضراتكم النهارده على صفحتنا على فيسبوك وعلى تويتر وصفحتنا بنفس الاسم الراديو 9090، سواء على فيسبوك سواء على تويتر، ما رأيك في استبعاد الثلاثي هيثم عرابي، حسام غالي، ومحمد فضل من لجنة التعاقدات في النادي الأهلي؟ وعايزين نعرف كل ردود أفعالكم، وهنقولها وهنقرر راحة اللعيبة النهاردة الاثنين بعد ما كان نادي الزمالك
فاز يوم السبت على القطن التشادي بسبع اهداف دون مقابل. في برنامج تأهيلي خاص لطارق حامد بعدها هيكون جاهز وموجود مع نادي الزمالك. الوينش بيعود للتدريبات الجماعية, خلاص رجع للتدريبات, كان بيتجهز بعد الإصابة اللي كانت أبعدته عن التمرين خلال الفترة اللي فاتت. تدريبات كمان استشفائية للاعبين بعد سباعية القطن الشادي. بالمناسبة كمان ببارك للنادي الإسماعيلي تحقيقه للفوز المهم جدا جدا إفريقيا على القطن الكاميروني بهدفين دون مقابل. باهر المحمدي سجل في الدقيقة 47 وكريم بامبو سجل في الدقيقة 59. علشان المكسب ده بيريح النادي الإسماعيلي إن شاء الله بإذن الله وريحه أكتر وأكتر في الفترة اللي جاية. في اللينك اللي جاي هقرأ لحضراتكم أو هقول لحضراتكم كل النتائج اللي اتلعبت في الدوريات المختلفة بإحصائياتها بأرقامها بأرقام الجولات. خلونا بس دلوقتي احنا لسه في جولتنا الإخبارية والجهاز الطبي بيطمئن على إصابة جنش. كان حصل ده على هامش مران الفريق اللي أقيم بملعب النادي. كان تعرض جنش لكدمة كده بعد الدخول مع أو الاشتراك مع أحد لاعبي القطن التشادي. لسه في أخبار نادي الزمالك وبرنامج خاص لكاماتشو وحسن الثنائي الصاعد محمود حسن ومحمد يوسف كاماتشو كلهم شغالين أو الاثنين شغالين مع محلل الأداء وأخصائي التأهيل. واحد من الأخبار المهمة جدا والسعيدة بالنسبة لنا في الوسط الكروي, وأنا بقول ده لأنه أحمد حسام ميدو واحد من الأسماء المحترمة جدا جدا ومن يعني الشباب المميزين جدا جدا. تاريخ كان محترم على مستوى الاحتراف على مستوى التدريب. ميدو أصبح مدربا ومدير فنيا للوحدة السعودي بشكل مؤقت ولكنه مستشارا فنيا دائما للنادي. حساب الرسمي للوحدة على تويتر قال أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام ميدو للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم. اللي قاعد مع ميدو واللي مختلط بميدو عارف كويس قوي انه عقلية كروية فنية مرموقة للغاية ودماغه شغالة 24 ساعة في الـ 24 ساعة. السؤال اللي احنا كنا سألينه لحضراتكم خليني اخد شوية تعليقات منه كده وبعدين نرجع نكمل. اسلام جميل بيقول صباح الفل يا هيمة اختيار متميز اكيد احنا بننسى على السؤال. معاد الغالي الاهلي بطل الدوري صباح الفل على قرية ابو رجوان ابلي. عمرو الشافعي بيقول والله القرار ده احسن قرار. مومو بيقول ابراهيم سعيد صح ولا مش صح. في محمد غنيم بيقول هي دي القيم والمبادئ وكاتب كلام لا يجوز انه يتقال على الهواء. تامر رخا بيقول انا شايف انه قرار سليم جدا لان الاهلي مش مكان للتصفيه وكل واحد يطلع يتكلم على التاني. صحيح فضل مجتهد وعرابي ملك الصفقات وغالي لسه عليه كتير ولكن الاهلي فوق الجميع اتمنى توظفهم بشكل جيد في اماكن اخرى. علي جمال بيقول صباح الفل قرار استبعاد الثلاثي فيه ظلم الواحد فيهم وهو هيثم عرابي راجل محترم وكتوم في اثار تعاقداته مع المدربين او اللاعبين. يا ريت تقرا رسالتي. اكرم فؤاد حليم بيقول اللهم ولي من يصلح. وقال الشايل بيقول احسن اصح قرار من نادي المبادئ وربنا وفق كابتن محمود الخطيب. حمادة بيقول السلام عليكم ورحمة الله ازيك يا ايمن انا بحترمك وبحبك في الله احبك الله. بيقول ضرب لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.